السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله عرضنا من مزرعة أستاذ إسلام بجمعية أحمد عرابي العبور، ولكن مبدئيا أتمنى لحضراتكم ما تنسوش تذكروا ربنا وتصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بفضل الله استاذ اسلام بيعرض لحضراتكم 18 راس ذكور برق حر، كلهم ذكوره ما فيهمش ولا انتايه. 18 حته دول كلهم ذكور برق حر، الاعمار فيهم من 6 ل 7 شهور، الاعمار من 6 ل 7 شهور، حاجه بسم الله ما شاء الله. خرفان واخده جميع التحصينات اللازمه داخل المزرعه، حاجه بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين كده واخدين جميع التحصينات اللازمه وخرفان بتالف. دول ما شاء الله لدورة العيد، يعني اللي هياخدهم يوقفهم لدورة العيد هيطلع اوزان محترمة. طيب النهاردة السعر جملة 6000 حبل واحد، السعر 6000 جنيه حبل واحد، يعني الرأس واقف 6000 جملة. القطاعي بيبدأ من 6200 ل 6500، القطاعي بيبدأ من 6200 ل 6500. طبعا خرفان واخدة جميع التحصينات اللازمة، يعني هتاخد الخروف مش هتحصنه اي حاجة، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. زي ما شايفين كده في خرفان كبيره جدا، دي ممكن تتباع في 6.5 وتعدي كمان، بس هو القطاع بيبدا من 6200 ل 6500، والافضل ان انت تشيلهم حبل واحد في 6000. وممكن لو قلت له ان انت تبع المزرعه البيتي ممكن يعمل معاك تخفيض كمان عشان النقل. طيب للتواصل مع استاذ اسلام على رقم 012-89-33-022-3، الرقم مطلوب في اول الفيديو، تقدروا تنقلوه وتتواصلوا معاه تلفونيا او واتساب، والافضل تلفونيا. كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.